اهلا بكم طلابي، طلاب الصف الثاني الاعدادي. هحل معاكم دلوقتي مجموعه من اسئله الاتشوز والكومبليت اللي بيجي في الامتحان للبروبابيليتي. بس في الاول هحل مجموعه الفاكتورايزيشن اللي قدامنا بسرعه. تمام، احنا حلينا كتير فاكتورايزيشن سهلين جدا، ما فهمش حاجه، بسرعه كده. يلا بينا. اتنين براكتس اكس واكس واي واي positive negative x بور سي ماينس واي ماينس 8، تتفك لبراكت صغير براكت كبير x كيوبيك روت الأول كيوبيك روت الثاني كيوبيك روت x بور سي x ماينس 2، من الصغير بنجيب الكبير الأول باور 2 الثاني باور 2 أول تايمز ثاني بعكس الساين، وده دايما positive. ده بيتفك في براكتين x و x 3 و 2، طبعا نيجاتيف نيجاتيف. لو حطيتهم على ده بيتحط على الكالكوليتور التراينوميال، ده بيتاخد البراكت ده زي البراكت ده بيتاخد كومن فاكتور a بلس b. نفتح براكت التاني، اتفضل x بلس y البيز مش زي البيز صح، لكن الباور زي الباور. دايما اقول بيز نوت ايكوال بيز، باور زي الباور، يبقى الباور ايه ايكوال 0، يبقى اكس ماينس 1 ايكوال 0. دي دايما ودي ده بعكس الساين، يبقى اكس ايكوال 1. يقول لك باج في 9 كارد. تمام، 9 كارد. ذا نمبر من 1 ل 9، الكارد درون راندوملي، بروبابيليتي كارد اود نمبر. طبعا بروبابيليتي الاود نمبر، تقول له مستر افتح وقول لي probability الأوت من 1 ل 9، 1 و 3 و 5 و 7 و 9. بعد كده نجيب number الأوت 1 2 3 4 5. بعد كده probability الأوت number الأوت يبقى 5 over number ال S 9، ال S اللي هو number الكروت كلها، يبقى number الأوت 5 over 9. سؤال زي ده بيقول لك a باور نيجاتيف 4، اخدنا a باور نيجاتيف 4 كومن فاكتور. خد بالك من الحركه دي، لما اخدنا من هنا a باور نيجاتيف 4 اتفضل 1، لما اخدنا من هنا a باور نيجاتيف 4 اتفضل 1 اوفر a باور نيجاتيف 4. مهمه قوي الحركه دي. تمام كده انت هتاخد درجتك كامله، بس الاحلى هتبقى شكلها كده. ممكن بدل ما تكتبها كده تكتبها ايكوال كده كمان 1 بلس اي باور 4. ودي حركه مهمه، سؤال مهم، سؤال مهم، حركه مهم. 1 ماينس 3 اوفر 4 1 اوفر 4، طبعا ده تايمز ده تايمز ده بلس ده بلس ده. بقول لك كده ده بيتكرر كم مره؟ 4 باور 3 يتكرر كم مره؟ 1 2 3 4 يتكرر 4 مرات باور 1، يبقى ده في التايمز نعمل بلس للباور، يبقى بلس 4 بلس 4 باور 4، بنعمل بلس للايه؟ للباورز. اللي بعدها خدناها كذا مره عارفينها، ده باور 2 ده باور 2 ده الاصلي، ده الفكه بتاعهم. طبعا انا عايز واحد من الفكه، يبقى الاصلي ديفايدد واحد من الفكه اللي مديني جيفن. معاك 1 ديجيت مكون من الارقام دي. Choosing random, the probability choosing a number is even. بيقول لك if one digit of number 37450 تمام is it chosen at randomly. تمام at اخترنا at عشوائيا، فاحتمال ان انا اختار number even. السؤال ده مهم جدا عندي، سؤال مهم ده. بيقول لك if one digit of the number مديك النمبر ده chosen at random then the probability choosing number is even. number even، هاخد number even. قلت له بص بقى، انا عندي الارقام 3 و7 و4 و5 و0 خلاص. تمام الارقام النمبر الايفن كم نمبر؟ 4 و0، يبقى probability انه يطلع انا اسحب نمبر ايفن
هما كام نمبر ايفن؟ كام نمبر ايفن؟ 2 اوفر كام نمبر اساسا؟ 5. يبقى البروبابيليتي، انا بص كده الايفن 4 0، طب نمبر الايفن ب 2، يبقى طب probability الايفن نمبر الايفن على نمبر الاس، نمبر الايفن كام؟ كم عدد الايفن؟ 2 بس. نمبر كل الارقام كام؟ 5، يبقى 2 over 5. تمام. السؤال ده سؤال سهل جميل، بيقول لك الاول باور 2، راكت عليه باور 2، بيتفك الاول باور 2، الثاني باور 2، اول تايمز ثاني، اكس تايمز 3 واي، 3 اكس واي تايمز 2، يبقى هنا 6، جيب 6. ده اتكرر كم مره؟ برافو عليكم، 4 باور 3 اتكررت 4 مرات، يبقى في تايمز نعمل بلس للباور، يبقى 4 باور 4. الامبوسيبل ايفن 0. يقول لك سكول، فيها 320 طالب، 320، the probability choosing people is boy، اللي انا هسحب is 0.6، the number then the number of girl. بص معايا كده، يبقى انا معايا probability boys كام؟ تقول لي probability boys equal 0.6. تمام. طيب probability boy equal number الboy على number الاس، صح؟ طيب number الboy كام؟ معرفش، هو المدرسة كلها، يبقى أنا معايا number اس، number المدرسة كلها ب 320، يبقى number اس ب 320، number الboy معرفوش، لكن عندي ال probability أساسا ب 0.6، ب 0.6 حطها على الكالكوليتر، 0.6 دي تحط على الكالكوليتر اللي هي هتديك 6 اوفر 10 اللي هي ايكوال 3 اوفر 5. شايف؟ دلوقتي يبقى انا probability البوي بنمبر البوي على نمبر الاس، يبقى نمبر البوي على 320 ايكوال 3 اوفر 5 اللي هي 0.6، واعمل كروس ملتيبيكيشن. يبقى نمبر البوي ايكوال 3 times 320 over 5. هات كالكوليتور يلا. three times 320 over 5 192، يبقى number of boy 192، يبقى number of girls 320 minus number of boy 192 equals كام؟ equals 128. تمام. يبقى 320 minus 190 equal 120. خلاص. بعد كده بيسألك، بيقول لك هنا x power 3 كام؟ x power كام يدينا 27؟ 3 power كام؟ قلت له 3 power 3 ب 27. يبقى هنا x card of drawn random من 1 ل 10، بيقول لك probability يكون odd greater than 3، أكبر من 3. يبقى odd أكبر من 3، اللي انا اسحب قد greater than 3 equal مين؟ اكبر من 3 قد؟ برافو عليك، 5 7 9، اخر 10. فقلت له يبقى probability، هو عايز probability، يبقى probability الحدث A مثلا سميه A، عشان انت عارف انا بحب اسميه A، equal number ال A 1 2 3 3 على number ال S اللي هي 10، يبقى 3 over 10. The positive number real which square is added its 3 times
result will be يبقى في مهمة دي مهمة عندي ده برضو مهم x power 2 square عملنا له added plus the 3 times يعني the 3x result equal 28 يبقى أول حاجة إحنا عملنا let إن number is x اسمه x تلو square يبقى x power 2 لو added the 3x 3 times equal 28 تبدأ تحلها كـ equation تحلها كـ إيه؟ equation تعال نحلها كـ equation مع بعض يلا كمل يا مستر قول لي يا مستر يبقى x power 2 plus 3x minus 28 equals 0 في 2 bracket x و x قطع الكالكوليتر طبعا 28 هتبقى 4 و 7 تعمل or تقسم صفحتك نصين تقول لي x minus 4 equals 0 و x plus 7 equals 0 ودي دي بعكس الساين بـ x equals positive 4 ودي بعكس الساين بـ x equals negative 7 طبعا هو عايز number positive بص كده لو قرينا هناخد وطالب number ايه؟ real positive يبقى الـ negative 4 دي refused هاخد x equals 4 x equals يبقى the number في الآخر خالص اكتب كده the number is x equal 4 يبقى النمبر بكام؟ ب 4 تمام؟ تمام طبعا سؤال زي ده z minus z negative بn فوليوم الفوليوم equal s power 3 يعني equal 3 power 3 equal 27 perfect square البرفكت احنا عايزين نجيب الثيرد بجيبه ازاي؟ باخد الميدل احط عليه power 2 يبقى 4x power 2 over 4 times الفيرست اللي هو x power 2 equal 16x power 2 over 4x power 2 cancel x power 2 minus 16 over 4 هنا solution set بيسألك على solution set قلت له خد ال x 1 factor يبقى x minus 1 يبقى solution set ناخد ال x ب 0 أول حاجة قبل ما نكتب solution set نقسم صفحتنا نصين يا x equal 0 x minus 1 هو اللي ب 0 ودي ال negative 1 يبقى x equal 1 يبقى solution set 0 1 الـ expression ده الـ other factor طبعا هتلاقيه 3x minus 3 قطع الكالكوليتر تطلع لك x minus 1 و x minus 3 أحط هنا باور كام؟ أكيد هحط باور نيجاتيف يعني باور نيجاتيف 2 عشان باور 2 بس 3 اوفر 5 يبقى هنا 5 اوفر 3 يبقى نيجاتيف طبعا هنا لما الاقي بلس والاقي باور 2 على طول بلس باور 2 في مصيبه كده يا مستر اول حاجه اكس باور 2 ودي ده عكس الساين يبقى نيجاتيف 25 تقول يا مستر اجي اخد الروت هنا روت الروت النيجاتيف ما فيش روت للنيجاتيف ما تنفعش تبقى 5 خد بالك اكس باور 2 اودي النيجاتيف اودي ال 25 بالنيجاتيف هنا كده واخد الروت ما تنفعش هنا شور يبقى بون هنا زي لسه اخدناها دلوقتي بنيجاتيف 2 هنا ده فاكتور يبقى التاني نيجاتيف 3 هنا بيرفكت سكوير بيسالك على الميدل بوست نيجاتيف سكوير روت اكس باور 2 روت 9 الاول والاخير ايكوال بوست نيجاتيف طبعا في 2 هنا بوست نيجاتيف 2 روت الاكس باور 2 اكس روت 9 تايمز 3 يبقى بوست نيجاتيف 6 اكس ما تنساش الان الرول يقول لك لو انت عايز تجيب الميدل بقول بوزيتيف نيجاتيف 2 روت الفيرست روت الثيرد بس كده في مجموعه كلام عايز اقوله مهم